السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. غفر الله لي ولكم ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، منهم الأحياء ومنهم انظر إليهم الأموات، غفر الله لنا ولهم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أخوان، الصبح الساعة 7:30 تقريبا حبيت أزور أهل القبور، حبيت أدعي لهم. الجو جميل، ويا أخوان جزاكم الله خير. تأمل يا سبحان الله، شوف الدنيا. العام والله الذي رفع السماء وبسط الأرض وثبت الجبال وخلق الإنس والجن، العام وقبل العام تقريبا 4 سنوات، هذا صديقي ثامر كان معنا العام اللي طاف، وكان يضحك ويسولف، هذا قبره. هذا أعز أصدقائي، كان معي يسولف ويضحك ونطلع حنا نتمشى ونسافر ونجي. واليوم الله يرحمه ويغفر له، وهذا اليوم هذا مكانه، يعني اللهم صل محمد، ما تدري بأي لحظة تروح. فيا أخي الغالي أو خيتي، بارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم، استعد لهذا اليوم. والله الذي رفع السماء وبسط الأرض، يلي ما تصلي، يلي عاق والديك، هذا والله بيتك. شوف هذا بيتك، يلي تخزن الأموال ولا تصدق فيها، يلي تفتن، يا النمام يا المغتاب، يا تفرق بين المرأة وزوجها أو بين الأخوان أو بين الأخوات، هذا مكانك. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. شوف الساعة 7:30 وباكستاني جالس يحفر قبور، سبحان الله. يا أخوان لا تنسونهم من الدعاء، لا تنسونهم من الدعاء والصدقة، يا سبحان الله. هذا قبري وقبرك، هذا مكاني ومكانك، فاستعد لي هذا اليوم. أسأل الله الذي رفع السماء وبسط الجبال وخلق الإنس والأرض وخلق الإنس والجن وخلق كل شيء سبحانه، ما أعظم شأن. أسأل الله من ينشر هذا المقطع لعبرة للناس، أسأل الله أن يوفقه، أسأل الله أن يشرح صدره، أسأل الله أن ييسر أمره، أسأل الله أن يرزقه الفردوس الأعلى، أسأل الله أن يحسن خاتمته وأن يجعله من الصالحين. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.